Adrian. فرانكيسي لديه الفرصة لإحراز أول أهداف اللقاء. يستعد للتسديد. فرانكيسي يسدد إلى داخل المرمى، هدف أول للأفيال الإيفوارية. 1-0 لصالح منتخب كوت ديفوار، والهدف يأتي من ضربة جزاء نفذها باقتدار فرانكيسي ليتقدم المنتخب الإيفواري بهدف لا شيء. 1-0. هدف سيغير من شكل اللقاء، ستزداد المباراة متعة وإثارة. منتخب مدغشقر لابد له من المغامرة الهجومية الآن إذا أراد العودة إلى أجواء اللقاء. وادي فرانكيسي يتلقى التحية من